كمان الشروق قالت ان الاوروجياني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي قرر ان هو يرسم صوره واضحه عن تشكيل الفريق الاساسي للنادي الاهلي اللي اعتمد عليه، واكد كمان ان الاداء بيتحسن بمرور الوقت، وان هو بيدور خلال الايام اللي جايه مع جهازه المعاون في الاسامي المرشحه لاستكمال القائمه الافريقيه ودراسه اذا كان الفريق محتاج لصفقات جديده ولا لا.